تحية طيبة وأقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار المحلية لليوم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن دعوة المجالس البلدية في الإمارة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي العاشر يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل. نص المرسوم رقم 67 لسنة 2015 على أن تدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور الأول من الفصل السنوي العاشر يوم الأحد 20 منذ الحجة 1436 الموافق 4 أكتوبر 2015 وكل في مقره. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية. كما وأصدر سموه مرسوما بقانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة العلاقة أو العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة. نص المرسوم على أن تهدف الدائرة إلى تطوير علاقات الإمارة والجهات الحكومية مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية وتوحيد وسائل الاتصال الدولية من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة وإنشاء مظلة للإشراف العام على الجوائز الحكومية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في الإمارة. ويصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري بناء على اقتراح الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي. يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر أيضا في الجريدة الرسمية. أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أكد أن الرواية تعتبر جزءا مهما من مكنون التراث الثقافي العربي الذي يضم الكثير من القيم والأخلاق العربية الأصيلة والتي تعبر عن الواقع الاجتماعي وتقدم الحكم من خلالها. جاء ذلك خلال لقاء سموه ضيوف ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته 15 بمعهد الشارقة للتراث. هذا ورحب سموه بالضيوف والمشاركين في الملتقى واستعرض سموه معهم مسيرة الرواية العربية والتحديات التي تواجهها في عصرنا الحالي من موجات للظلام والعبث بتراثنا سعيا لتشويهه وإضعاف البنية القوية للجسد العربي. وتجول سموه في معرض شارع الحكايات الذي يضم عددا من المحال والأكشاك والزوايا ويحتوي أيضا على ما يتعلق بفنون الراوي أو السرد التي تتجسد فيها الحكاية مثل صندوق العجب الدنيا ودكان الأقنعة والأرجواز ودوم الحصى العصا وخيال الظل والعرائس الورقية وغيرها. جدير بالذكر أن ملتقى شارقة الدولي للراوي حظي بدعم متواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة منذ انطلاقته في العام 2001. ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق الاجتماع الدوري الخامس للمؤسسة بحضور نائب الرئيس معالي سعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة وأعضاء المؤسسة من أجل مناقشة ما تم إنجازه خلال العام الجاري بهدف الوقوف على تطوير آلية عمل المؤسسة وتنشيطها وفقا للمعايير الوطنية. وطلع سموه على ما تم إنجازه مؤكدا العمل على سرعة إنجاز المشاريع المقبلة وتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لافتا إلى أن تنمية المناطق في الفجيرة وإنعاشها وتلبية احتياجاتها المعيشية يعتبر حاجة ملحة وضرورية ضمن آلية عمل حكومة الفجيرة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عددا من وزراء الخارجية على هامش أعمال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بحث سموه مع معالي كل من إبراهيم أحمد غندور وزير خارجية السودان وبورج بريند وزير خارجية النرويج والويز موشيكو أوبو وزير خارجية رواندا وديلسي رودريغز وزيرة خارجية فنزويلا. بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية وغيرها. كما وتبادل سموه والوزراء وجهة النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمعروضة على جدول أعمال الجمعية العامة.
حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزير الدولة وسعادة لانا نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة. كما وترأس سموه في نيويورك الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب على هامش عمل الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. تناول الاجتماع الذي شارك فيه معالي نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مسألة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى، وكذلك مستجدات الموقف العربي إزاء عدد من القضايا السياسية العربية في ضوء القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس الجامعة، بما في ذلك ما يتصل بالوضع في كل من سوريا واليمن وليبيا وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف بالمنطقة وغيرها من المسائل السياسية والأمنية الأخرى ذات الاهتمام العربي المشترك. حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ومعالي عبد الله محمد غباش وزير الدولة وسعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية. وجه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وجه التحية إلى فريق أبوظبي للزوارق الفورمولا 1 الذي يشارك في رابع جولات بطولة العالم في مدينة ليوزوهو الصينية. وقال سموه إن استراتيجية الفريق وهدفه واحد، وهو السعي وبقوة من أجل الفوز بالمراكز الأولى، مشيرا إلى أهمية أن يحافظ متسابقي الفريق على المكانة العالمية التي وصلوا إليها والمكتسبات التي حصدها طيلة السنين الماضية بحكم تفوقه في مشوار هذه البطولة وحصده لقبها 4 مرات، إضافة إلى العديد من الإنجازات من خلال هذه البطولة والألقاب الأخرى، مؤكدا سموه أن الترويج للإمارة يعد من أهم أهداف الفريق التي تتلاقى مع استراتيجية الهيئة. في سبيل ذلك فإننا لن ندخر أي جهد أو عمل من أجل تحقيق هذا الهدف. أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس الإدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، أشاد بالسياسة الخارجية للدولة التي تحافظ وبنجاح كبير على استقلال القرار الوطني وتحرص على تعزيز علاقات الصداقة الطيبة مع جميع دول العالم، مؤكدا معالي أن دولة الإمارات أصبحت بيئة عالمية متطورة للتجارة والسياحة والاستثمار بجانب التعايش والتسامح والسلام، مثمنا نجاح الدولة في أن تكون السياحة جزءا مهما في تجربتها التنموية المتطورة ووسيلة ناجحة للتفاعل مع الآخر، بما أسهم في دعم مبادئ التواصل والتعايش والتسامح بل والسلام في العالم كله. وحول استضافة الدولة لإكسبو دبي 2020 أكد معالي أن الحدث سيكون على مستوى عالمي غير مسبوق من الجودة والإبداع والتميز فيما يجسد ما تمثله الدولة من نموذج رائع وفريد للتنمية في كل المجالات. تسلمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة لجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية جائزة المواطن العالمي في القطاع الحكومي، والتي تمنحها مبادرة كلينتون العالمية لتصبح بذلك أول إماراتية تحظى بهذا التكريم. وتولي هذه الجائزة تقديرا كبيرا للأفراد المتميزين بدورهم الريادي في تحسين حياة الآخرين في أرجاء العالم كافة. وذكرت وزارة التنمية والتعاون الدولي في بيان صحفي في العاصمة أبوظبي اليوم إنه تم تسليم الجائزة لمعالي الشيخ لبنى بنت خالد القاسمي في حفل أقيم بمدينة نيويورك نظمه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وحضره مجموعة من الشخصيات العالمية، فيما حضر الحفل من جانب الدولة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزير الدولة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وسعادة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.
ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة وفد دولة المشارك في الاجتماع التنسيقي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مقر بعثة المجلس لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات دورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة. شارك في الاجتماع الذي ترأسه معالي الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. استعرض الاجتماع المواقف المشتركة لدول مجلس التعاون ولا سيما المتصلة بمستجدات أبرز القضايا السياسية في المنطقة ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الوضع في كل من اليمن وسوريا والأراضي الفلسطينية خاصة في القدس الشريف، فضلا عن تنسيق المواقف بشأن المستجدات المتصلة باتفاق البرنامج النووي الإيراني وبشأن تطورات الجهود الدولية الرامية لمحاربة الإرهاب خاصة تنظيم داعش في العراق وسوريا. ننتقل بكم إلى آخر أخبار انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015. أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أكد أن اللجنة الوطنية للانتخابات حرصت في دورتها الثالثة على توفير جميع الوسائل التي تمكن أعضاء الهيئات الانتخابية من المشاركة الفعالة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي يأتي في مقدمتها التصويت المبكر الذي يعتمد للمرة الأولى في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدا أن عملية تفعيل نظام التصويت الإلكتروني تمت بنجاح وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات ومجموعة من المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، كما أن عملية التصويت المبكر تسير وفق ما هو مرسوم لها وبالتزام ملحوظ من المرشحين والناخبين بالتعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية. هذا وكانت قد انطلقت اليوم مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 والتي ستستمر حتى اليوم 30 من سبتمبر 2015، وذلك في 9 مراكز شهدت إقبالا جيدا من الناخبين في أول أيام التصويت ضمن سعيها لتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية. وتواصل المراكز 9 التي تم اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات استقبال الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية يوم غد الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري، ومن الساعة 10 صباحا ولغاية 6 مساء للتصويت لمن يمثلونهم أو يمثلونهم من مرشحي المجلس الوطني الاتحادي، وذلك من خلال استخدام بطاقة الإمارات للهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية، والتي تعتبر الوثيقة المعتمدة التي تخول حاملها المشاركة في العملية الانتخابية. إليكم المراكز الانتخابية المعتمدة للتصويت المبكر. وللمزيد من التفاصيل حول عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي انطلقت من الساعة 10 صباحا ولغاية 6 مساء على مدى 3 أيام في 9 مراكز منتشرة في جميع إمارات الدولة، الزميل أيمن مصبح سلط الضوء على هذا الموضوع ووافانا بالتقرير التالي. ضمن سعي اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 لتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية من خلال سير عمليات التصويت، حيث قامت صباح اليوم بعملية تفعيل نظام التصويت الإلكتروني في تمام الساعة 9:30 صباحا في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بحضور أعضاء اللجنة، ولتفتح المجال أمام المرشحين لحضور عملية التفعيل. وعلى صعيد إمارة دبي فقد بدأ التصويت المبكر صباح اليوم، وقد أجرينا اتصالا هاتفيا خلال وقت سابق من النهار مع سعادة أحمد بن حميدان رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015 ليحدثنا عن مجريات سير العملية الانتخابية والتصويت المبكر كيف تمت أعمالها صباح اليوم.
لا شك اليوم نحن طبعا بدأت التصويت المبكر، والملاحظ أن ما شاء الله توافدت الناس على مقر المركز الانتخابي في مركز دبي التجاري من الساعة الأولى، من البداية من الساعة 10. الانطباع كان جيد، الناس مرحلة التصويت كانت جدا سهلة وميسرة، واعتقد من لجنة إدارة الانتخابات كذلك يعني نظمت عملية التصويت داخل المركز، بحيث أنه يمر عضو الهيئة الانتخابية ويبدأ التشيك عليه ويصوت ويطلع بكل سهولة ويسر. وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة إدارة الانتخابات طارق هلال لوتا أكد استكمال جميع الاستعدادات في المراكز الانتخابية وجاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين الراغبين في التصويت في وقت مبكر، وبين أن هذه المراكز التسعة تم اختيارها بدقة وعناية بما يسمح للجميع بالوصول إليها وممارسة حقهم الانتخابي. وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أكدت أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري أنه إذا لم يتمكن الناخب من التصويت في 3 أكتوبر المقبل يمكنه التصويت مبكرا في أي مركز تصويت مبكر. وقالت عبر حساباتها وأيضا في تويتر أنه يمكن للمواطن التصويت في بعثات الدولة في الخارج خلال 20 و21 من سبتمبر الجاري، مشيرة إلى تحديد مركزين انتخابيين في إمارة أم القيوين وخمسة مراكز انتخابية في رأس الخيمة، وفي إمارة الفجيرة تم تحديد 3 مراكز. قررت لجنة متابعة أسعار الوقود برئاسة سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة في ختام اجتماعها اليوم في مقر الوزارة في العاصمة أبوظبي أن تكون أسعار المحروقات لشهر أكتوبر المقبل كما يلي. عادت إلى أرض الوطن ظهر اليوم البعثة الرسمية لمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عقب عودة الحجاج الإماراتيين إلى البلاد قادمين من الأراضي المقدسة بعد أن أتموا مناسك الحج سالمين غانمين. كانت معظم حملات الحج لدولة الإمارات قد بدأت مغادرة مكة فور الانتهاء من أداء شعائر فريضة الحج، وأشرف مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف طيلة موسم الحج لهذا العام على تنظيم حجيج الدولة من مواطنين ووافدين بالتنسيق مع السلطات السعودية حتى عودة حجاج بيت الله الحرام إلى البلاد مختتمين مناسك حجهم بطواف الوداع. أبوظبي للأوراق المالية يعاود مكاسبه بفضل البنوك واتصالات، مغايرا لسوق دبي المالي الذي حقق تراجعا للمرة الثالثة بفعل قطاعته الرئيسة. وإلى حالة الطقس في مدن دولة الإمارات لليوم. نهاية موجزنا الإخباري لهذا اليوم، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.